طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود طقس صافي نهار اليوم في العاصمة الرياض مع 43 درجة مئوية، الملموسة 40، الرطوبة منخفضة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا تبوك 36 إلى 23، عرعر 36 إلى 24، وسكاكا 36 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة رياح نشطة 41 إلى 27، المدينة المنورة 42 إلى 29، مكة المكرمة 44 إلى 31، والطائف 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 33 إلى 26، جازان 35 إلى 32، وأبها 31 إلى 20. المنطقة الشرقية الإحساء 48 إلى 30، الدمام 46 إلى 28 عفوا، وحفر الباطن 44 إلى 33. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 29 مع طقس صافي، بريدة 41 إلى 30، وحائل 38 إلى 25. إلى اللقاء.